يقول أهل الكويت اسمعوا صوتي يناديكم وانتوا ذخر للعرب، الله يخليكم. والله اليوم أسعد يوم، يعني إن احنا خرجنا وعطونا شهايدنا، ما فينا لا كورونا ولا غيره. الكويتيين كلهم متكاتفين متعاونين على كل شيء، والشدايد تبين هني المحك. والله كله احنا هناك نمشي ومستانسين، يعني ما في شيء الحمد لله. والله ما قصروا أمانة، يعني كل شيء، يعني كل الخدمات، وزارة الصحة، الهلال الأحمر، الداخلية، كلهم ما قصروا الحمد لله. يعني ما كان عندنا فكرة ان احد يكون مريض، وخذينا برنامجنا، سوينا برنامجنا داخل المحجر. شعورنا تمام الحمد لله، شفنا اهالينا وعيالنا الحمد لله، وما قصروا يعني. تبي صار في هاللحظة اللي كنا هناك فيها صراحة ما قصروا يعني في كل شيء، اي شيء نبي يعني تلفون ولا دقيقتين واصل عندك. بصراحة بالبداية اشكر بلدي الكويت اللي فعلا واحد يحتز فيها، يحس بأن مواطنينها ووافدينها كلهم عندهم الاهتمام. قعدنا والله 15 يوم تقريبا، احنا كنا رايحين رحلة علاج يعني عشان اودي المرأة، لأن كان فيها جلطة براسها. يعني خلكم واقعيين، تطلع البحر بالعكس وتتمشى وكل شيء، بس عكس لما تكون رايح مأجر، وعكس لما انت فيك هذا الشيء وخايف، وحتى خايف يعني على ديرتك، يعني يمكن انت الحين تطلع ومثلا ما حطوك حجر تعادي العالم كلهم. قاعد نجازف في اماكن كثيره خطيره برا، منها زلازل، منها براكين، منها امراض، منها بعض المرات حروب، يعني كثير تعرضوا الشباب لمخاطر، فما بالك احنا داخل الكويت ما نعرض لها. بالعكس يعني، والحمد لله للامانه وزاره الصحه اعطونا كل التعليمات ان يكونون الشباب الموجودين كثر الله خيرهم اللي بالخطوط الاماميه، كل التعليمات اللي اعطتهم وزاره الصحه قاعد يتبعونها بحيث انه يتجنبون اي مرض. احنا تقريبا ما يقارب 100 متطوع ومتطوع اللي مشاركين حاليا، لان نظام الشفتات يعني في ناس الصبح وفي ناس الظهر وفي ناس بالليل فتبدل، لكن في اعداد كثيره موجوده بالجمعيه ودها تجي اليوم قبل باكر عشان تخدم المواطنين.